طيب صباح الخير للجميع. اليوم راح نحكي إن شاء الله عن موضوع السيرشنج والتايم المتوقع لعمليات السيرشنج. إن أنا لو بدي أدور على متغير معين كيف بدي أعمله؟ المحاضرات اللي راحت إحنا خلصنا موضوع السورتينج، ممكن نرجع لموضوع السورتينج لقدام، لكن بشكل رئيسي خلصنا المين ألغوريثمز للسورتينج ابتداء من الكومباريزون سورتينجز، بعدين للنينير تايم سورتينج، وبعدين ل الاوردر. لو انا بدي الاوردر لقيمه معينه كيف بدي اطلعها بلينير تايم. طيب اليوم راح نحكي عن السورتينج السورت السيرشنج. راح نعطي حنمر مره سريعه على الباينري وعلى الباينري سيرش تري، نتعرف على بعض المين اوبريتورز اللي فيها. الباينري سيرش تري هي باينري تري كبدايه، هي داتا ستراكشر بيمشي على مبدا الباينري تري، فهي باينري تري. لكن شو الفرق بينها وما بين الباينري تري العادية اللي كنا نعرفهم واللي كانوا يمروا علينا؟ هذا اللي حنشوفه. أنا عندي الدينامك سيتس اللي هم أي سيكونس اوف داتا ممكن أنا يكون معي دينامك. كيف يعني يكون دينامك؟ أنا ممكن أعمل أعدل عليه، أضيف، أعمل إنسيرت، أعمل سيرش، أعمل سورت. فالأوبريتورز هاي الرئيسية اللي أنا بعملها عادة داخل أي داتا هي بنسميها او الداتا هاي بنسميها دايناميك سيتس. اني انا صار في عندي امكانيه اني اتعامل مع الداتا هاي بشكل سهل وبوقت معقول. فواحده من التريز اللي هي الباينري سيرش تري، في عندي مجموعه من العناصر الرئيسيه للباينري سيرش تري اللي هي الكي والليفت والرايت والبي اللي هي البوينتر للنيكست نود او للبيرنت نود. احد اهم خصائص الباينري سيرش تري عندي انه دائما العناصر على الليفت سب تري اكبر من العناصر اللي على الرايت سب تري. فشكل الباينري تري انا عندي تمام، لو عندي باينري تري بالشكل هذا، هاي تري، هنا عناصر وهنا عناصر عناصر، اللي بيحكي لي اياه هنا إنه بهاي الحالة كل العناصر تمام، كل العناصر اللي على الجهة اليمين هم أكبر من أكبر من الروت ومن الجهة الشمال، والجهة الشمال كلهم أقل من الروت أقل من الجهة الشمال. هذه عندي ميزة مهمة في ميزة أو في يعني في خصائص الباينري سيرش تري. لما نحكي عن باينري سيرش تري هي لازم تكون بالخاصية هاي الموجودة عندي، إنه كل روت وكل روت طبعا هو مش بس سب تري، كل روت يمينها أكبر وشمالها أصغر. أي روت عندي دائما يمينها أكبر وشمالها أصغر. طب هنا عندي كمان مراجعة على بعض الأهم البروبرتيز أو الخصائص للباينري تري بشكل عام وللسيرش للباينري سيرش تري. عندي الروت، عندي الكي اللي هي القيمة اللي داخل النود، عندي الإدج، عندي siblings. شو بنقصد بين siblings؟ إن هما two child with the same parent. عندي two child والparent واحد، هاي بنسميهم siblings. الparent اللي هو أي نود إلو child بنسميه parent، والchilds اللي هما بيطلعوا من أي parent بنسميهم child. أي عملية parent وchild بنسميها subtree، زي ما هي اللي بالأزرق هاي عندي. عندي parent وعندي two child بنسميها subtree. وعندي اخر ليفل بنسميهم الليف نود، اللي هم زي اخر اوراق الشجره او اوراق الشجره لما تنتهي. فاخر ليفل عندي هذا كلهم بنسميهم هذولا ليف نودز. ولما نيجي نحكي عن الهايت اوف تري، فهو ايش بده يكون؟ عدد الليفل في التريز. الهايت اوف تري هي نفسها الـ كم ليفل بالتري، وهي اللي بتطلع معانا عاده بالتايم كومبلكسيتي للتري. يعني عندي ليفل 2 3، هنا عندي 4 ليفل للتري. هاي الاول هو طبعا ليفل 0، بركز على اللي تحت. عندي ليفل 1 ليفل تمام، عندي ليفل 1 ليفل 2 وليفل 3 وليفل 4 للتري هاي.
هنا بحكي لي شغله ثانيه في الـ في الباينري سيرش تري بالنسبه للسكسسور والبريديسسور، بحكي لي السكسسور اوف ذا نود از ذا مين فاليو اوف اتس رايت سب تري. لما اجي احكي مثلا ايش السكسسور للروت هاي، للروت او للنود هاي 56، مين يعطيني الجواب؟ كمكم مريتوا عليهم؟ طيب هنا بحكي لي السكسسور على سبيل المثال للروت هاي بناء على اللي موجود عندي تحت، بحكي لي ذا مينيمم فاليو اوف رايت سب تري. اذا بدي اجي اطلع على الرايت سب تري هاي، بحكي لي از ذا مينيمم فاليو. طب ايش المينيمم فاليو للرايت سب تري؟ المينيمم فاليو للرايت سب تري ممتاز هي 60. انا هنا باجي بنزل تحت، المينيمم فاليو هي حتكون الاقصى ليفت لها، فبالتالي باجي بدخل رايت وبعدين بدخل ليفت، فراح الاقي المينيمم فاليو للرايت سب تري هو ال 60. فالسكسسور اللي عندي هنا للقيمه هاي هو 60. طيب بالنسبه للبروديسسور ايش بحكي لي؟ هو بحكي لي the predecessor of node is the max value of its left subtree. فبالتالي لو بدي احكي شو البريديسسور لهاي التري، باجي بحكي لي left subtree، هاي left subtree، بحكي لي الماكسيمم فاليو. الماكسيمم فاليو هي اللي حتكون ايش؟ ال 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 القيمه اللي على اليمين، على اقصى اليمين. فباجي هنا هاي عندي هي البريديسسور للروت او للنود 56. سكسسور هو مينيمم رايت سب تري، والبريديسر هو الماكسيمم ليفت سب تري. فهذه يعني احد الخصائص الرئيسيه للباينري سيرش تري. ولو بدي اجي اطلع انا هنا راح الاقي القيم فعلا انا عندي هنا كل ما هو في الشمال اصغر من الروت، من الروت، واصغر من اليمين طبعا. فهنا القيم هاي كلها 30 40 22 16 11 3 هي اقل من ال 56، وكل القيم اللي على اليمين هم اكبر من ال 56. هاي من الخصائص المهمه في الباينري سيرش تري واللي راح تساعدني لما اجي اعمل سيرشنج على قيمه معينه او الى اخره. طيب هنا نيكست الان اوردر، ايش بنقصد احنا عاده بالان اوردر او بالتري ووك او الان اوردر ورك؟ مر عليكم يمكن الان اوردر والبوست اوردر والبري اوردر والبوست اوردر والان اوردر. الان اوردر بحكي لي في عندي خاصيه رئيسيه لما اجي انا امشي على الباينري تري، انه راح امشي من الليفت ريكيرسيفلي، ريفت ليفت بعدين الروت وبعدين الرايت، انه انا بمشي على الخطوات هاي. فبالتالي لو بدي امشي على الباينري سيرش تري، بدي اعمل فانكشن يمشي لي ريكيرسيفلي على الباينري سيرش تري، دائما راح اكون امشي من الليفت بعدين الروت بعدين الرايت. ايش الفانكشن تبعها او ايش الكود تبعها؟ هيو عند الخطوات هاي، اذا اكس عندي نود معينه ببدا من اكس، اذا اكس لا تساوي نل، مش موصل لنهايتها لاخر التري، بحكي لي انا اذا استدعي الفانكشن نفسه ومرر لي عليه الليفت اكس. طيب رحت على الليفت اكس، هل هو نيل؟ لا. اذا نرد نزل لي على الليفت، نزل لي على الليفت لحد ما اوصل لاخر ليفت، انه اوصل عند نيل، باجي بطبعه بعطي له احكي له برنت اكس، فبالتالي برد برجع ريكيرسيفلي، وبعد ما اخلص بوصل بصير ادخل على الرايت رايت رايت. فانا لو بدي اطبق هاي على تري اشوف ايش اللي بده يطلع معي، الان اوردر ووك او التري ووك على سبيل المثال هنا على تري زي هاي، انا راح ابدا من الروت هاي مثلا 11، هل هي تساوي نل؟ لا. اذا الفانكشن بحكي لي ريكيرسيفلي روح على الليفت، تمام؟ فراح اجي على الليفت هان، هل هاي نل؟ لا. اذا بحكي لي روح على الليفت، هل هاي نل؟ لا. اذا بحكي لي روح على الليفت هان، هل هاي نيل؟ خلص الثلاث هي البوينتر إلها نيل، فآخر عنصر فيها. بحكي لي إيش الريكيرسيف فانكشن؟ إذا الخطوة الثانية اطبع، فأنا بيجي بطبع لي ثلاث، تمام؟ بعدين برجع الفانكشن، حيرجع الروت، راح يطبع الروت اللي هي خمسة،
طالما انها طبعا عمير كيرسف رجع طبعها بعدين راح على الرايت تمام رجع على الرايت وصل انها نيل فطبعها طبع لستي وراح يرجع يكمل على نفس الطريقه اذا برجع بعديها الفانكشن ريكيرسف برجع على الروت اللي قبل بطبعها تمام وبعدين بنزل هنا على الرايت هاي الرايت نيل لا اذا بروح على الليفت وبيجي بطبع هنا 8 بعدين برجع على الروت بطبع 9 بعدين برجع على الرايت بطبع لي 10 بعدين برد برجع ريكيرسيفلي على المين هنا بطبعه بطبع 11 وبعمل في الرايت نفس الاشي حيجي على الرايت بعدين بيدخل ليفت وبدخل ليفت بيجي هنا بطبع لي 12 بعدها برجع على الروت نفسها بطبع لي 13 وهنا على الرايت بطبع لي 14 برجع على ريكيرسيفلي على الروت اللي قبل اللي هي 15 راح يطبع 15 وبعدين راح يجي رايت ليفت يطبع لي 18 بعدين يطبع لي 20 بعدين يطبع لي 25 هاي السيكونس اللي طلع معي ايش بتلاحظوا فيه لما انا عملت تري ووك للقيم هاي ان اوردر في باينر سيرش تري ايش كانت نتيجه الطباعه عندي بالضبط sorted elements وهذه ميزة في التري العادية التري العادية ما بتشتغط علي انه يكون اليمين دائما اكبر من الشمال بالطريقة هاي فلو عملت in order راح تطلع معي قيم مش بالضرورة تكون sorted بينما في الباينري سيرش تري لما اعمل in order تري ووك لازم تطلع معي القيم sorted لانه هو already البيرنت اكبر من الشايلد اللي له فبنزل بطبع وبرجع وبيكمل ريكيرسيفلي بالطريقه هاي راح تطلع معي بالاخر سورتد الاوتبوت لو انا بدي اطبعها حتكون معي سورتد طب ايش بالنسبه للتايم عندي في عمليه التري ووك انا بحكي لي انه بيج اول الان ليش انا فعليا انا مريت على كل العناصر مريت على كل العناصر الاري او التري مريت عليهم كلهم فانا بحكي لي ثيتا للان الاكسبكتد تايم للان اوردر تري طبعا انا عندي هنا كمان بري اوردر والبوست اوردر نفس الشيء او نفس النمط بس الفرق عندي انه هنا كنت امشي ليفت الروت وبعدين الرايت هنا البري اوردر تري ووك بحكي لي الروت بعدين الليفت بعدين الرايت هنا طبعا مش بالضروره تطلع معي سورتد البوست اوردر تري ووك بحكي لا اطبع الليفت بعدين الرايت بعدين الروت هذول لو بدي انفذهم حتطلع طبعا نتائج مختلفة، انا هنا ركزنا على الان اوردر تري ووك لانها على الباينري سيرش تري راح تطلع معي القيم سورتد اني امشي من ليفت للروت للرايت. طيب خلينا نجي هسه على السيرش لو انا في الباينري سيرش تري بدي ادور على متغير معين داخل الباينري سيرش تري احكي لي هاي الستبس اللي راح نمشي عليها على سبيل المثال لو انا بعثت له هنا الروت للباينري سيرش تري والقيمه اللي انا بدي ادور عليها ادور على قيمه معينه وهي بعثت للروت اول شيء باجي بحكي هل الروت يساوي نيل وصلت انا للنهايه لا او الكي تساوي النود هاي اذا الكي ساوت النود معناها خلص بحكي له رجع لي النود هاي وهي الكي الرقم اللي بدنا اياه طب اذا لا راح اسال سؤالين هل هي اقل الكي اللي انا بدور عليها اقل من النود اذا نعم اذا راح يروح يوديني وين على الليفت مش حكينا الليفت دائما اقل بحكي لي على الليفت وروح دور هناك اذا لا روح على الرايت ودور هناك وظلك اعمل العمليه ريكيرسيفلي فباجي على الليفت هل النود نيل لا هاي النود تساوي القيمه اللي انا بدور عليها لا اذا رد روح على افحص هل هي اقل او اكبر روح اذا اقل على كمان انزل على الليفت واذا اكبر روح على الرايت لو جينا نشوف مثال عليها على سبيل المثال انا هنا عندي بدي ادور على قيمه 27 مش 13 27 لو بدي ادور على
الفاليو 27 في هاي الاري، ايش الخطوات او الستبس اللي راح يمشي عليها؟ راح يبدا من فوق، تمام، راح يطلع معي من فوق. هل ال 21 27، هل ال 27 هنا اقل من ال 21؟ لا، اكبر منها، اكبر منها. اذا راح يروح وين؟ على الرايت ريكيرسيفلي. الرايت بوصل عند الرايت. هل ال 27 اقل من ال 28؟ نعم اقل. اذا نروح لي على الليفت، حيروح على الليفت. يجي يسال هان حيلاقي فيها 25، هل 25 اقل او اكبر من ال 27؟ لا هي اقل، او ال 27 اكبر من ال 25. اذا روح لي على الرايت، حروح الرايت وراح يوصل ل القيمة اللي بدي اياها. هنا بنلاحظ انه عملية السيرش طلعوا على سبيل المثال هاي الاري، انا مشيت بس فيو ستيبس اللي هما 1 2 3 ستيبس في عملية الباينري سيرش تري. اختصرت الوقت بشكل كبير جدا اني ادور على المتغير اللي بدي اياه، بينما في السيكوانشال سيرش اللي او عملية البحث اللي بنعرفها احنا، انه انا طبعا احنا طالما حكينا عن السيرشنج الجوريثمز فاكيد راح نركز على او راح نيجي ننتبه للسيرشنج بشكل عام. عندي ايش خوارزميات السيرشنج؟ عندي الاول شيء اللي هي السيكوينشال سيرش، اللي هي ايش بتعمل السيكوينشال سيرش؟ انه والله انا عندي هاي اري بدي ادور على قيمه مثلا 30 فيها، شو اللي بدي اعمله؟ بدي اجي افحص هل ال 30 تساوي العنصر الاول، هل تساوي العنصر الثاني، هل الثالث، هل الرابع، هل الخامس، الى اخره. هذه هي السيكوينشال سيرش، ان انا بدي امشي ستيب باي ستيب على الاري. وهاي ايش الكومبلكسيتي تايم اللي لها زي هيك نوع من السيرش؟ مين يحكي لي؟ هي بيج اول الان، لانه انا في عمليه سيرش زيها، او ممكن بيج اول الان، لان انا بدي امر على كل عناصر الاري حتى اوصل للعنصر اللي بدي اياه. هاي اول نوع من انواع السيرشنج اللي هي السيكوينشال سيرش. الباينري سيرش هنا احنا قاعد بدور على نوع اسرع ويعطيني وقت اقل في عمليه البحث عن اي متغير. طيب هنا لو مثلا لو بدي اروح ابحث عن متغير ثاني، يعني على سبيل المثال حكى لي دور لي على 15 مثلا، ابحث لي عن 15، شو راح اجي اساوي؟ هل 15 اقل ولا اكبر من 21؟ هي اقل، اذا بيجي هان. هل 15 اقل ولا اكبر من 14؟ اكبر، اذا بنزل هان. هل هي اقل ولا اكبر من 18؟ لا اقل، بنزل هنا، اذا بلاقيها برجع لي القيمه. اذا هي مش موجوده على سبيل المثال، اذا انا دورت على 13 مثلا راح يعطيني النل بالاخر، لانه 13 راح يمشي على نفس الخطوات هنا هيك. ال 13 وصل لل 15، 13 اقل من ال 15 فبطل في عندي ليفت ورايت، راح يرجع لي انه العنصر بدور عليه مش موجود. طيب هنا في عندي طريقه ثانيه لعمليه السيرشنج، الاولى الريكيرسيف، وهنا عمليه الوايل لوب. ممكن استخدم وايل لوب حتى اوصل لاعمل سيرشنج للمتغير اللي انا بدي اياه. فانا باجي بفحص اكس هل تساوي او اكس تساوي الكي، اذا لا هذا هي شرط الوايل لوب، اذا لا اذا الكي هل بسال هل الكي اقل من النود؟ اذا نعم اذا بروح على الليفت، اذا لا بروح على الرايت، وبرد برجع الوايل لوب، ضل بيرجع يمشي يمشي لحد ما يوصل اللي بده اياه. طبعا هنا بيسالني مور افيشنت، هي يوجوالي اذا انا بقدر امشي او بقدر اكتب بوايل لوب من دون ما مشاكل، فهو حيكون يعني مور افيشنت ذان ريكيرجن اني امشي بطريقه عكسيه. طيب الان بنروح للاوبريتور اللي بعد في عملية أو من الأوبريتورز الرئيسية للباينري سيرش تري، بحكي لي الانسيرت. الانسيرت إنه ضيف لي رقم داخل الباينري سيرش تري. فعلى سبيل المثال هنا طبعا نمشي مش نفس الخطوات اللي كنت أعملها بالسيرش، عملية الانسيرت هي نفس الخطوات. على سبيل المثال هنا حكى لي ضيف لي 17 على الباينري سيرش تري هاي، فأنا راح أجي من البداية، هل ال 17 أقل من 20؟ نعم أقل منها، إذا نروح لي على الليفت بفحص هل ال 17 اقل من ال 15؟ لا اكبر منها، اكبر منها، اذا روح لي على الرايت. بيجي على الرايت 18،
هل ال 17 اقل من ال 18 اذا نروح لعلفت. ال 16 هل ال 16 اقل ولا اكبر؟ لا هي اقل من ال 17 اذا نروح لعلى الرايت. وهنا وصلت لنل لنل اذا اعمل لي اد للنيو نود هاي. بهاي الطريقه لو انا بدي اكمل واضيف باقي باقي العناصر اي عنصر بدي اياه راح اضيفه على هذه الطريقه. من الروت ببلش افحص هل هو اقل اكبر، اقل بروح شمال، اكبر بروح يمين، لحد ما اوصل لنل وبضيف هاي النود اللي عندي. طيب ايش عندي الرننج تايم اكسبكتد رننج تايم للعمليه الانسيرشن هاي؟ و كل حال كمان ايش الاكسبكتد رننج تايم للسيرش اللي مرينا عنها كمان قبل شوي. انا بحكي لو رجعت انا هان لما بدي اضيف اي عنصر فعليا هان مثلا بدي اضيف على اليمين 27 فعمليه الاضافه راح تاخذ 27 اكبر من 20 اذا تعال هان 25 اكبر هانا نل اذا نضيف لل 27 هانا قديش عدد الخطوات اللي مشيتها؟ هي الهايت تبع اي نود. هانا اخر واحده اخذت معي 1 2 3 اذا اخذت معي 3 خطوات عشان اضيفها. اذا هانا عمليه الكومبلكسيتي تايم لعمليه الانسيرشن داخل الباينري سيرش تري هي بيج اول اتش اللي هي الهايت لاي نود. طيب ايش الهايت تبع الباينري سيرش تري؟ نعرف احنا انه الهايت تبع الباينري سيرش تري هو بيج او لان لا عفوا لا لوج الان. اي باينري سيرش تري الهايت تبعه هو لوج الان. اذا بحكي عن باينري مرتين في كل مره بحكي عن لوج الان الهايت تبعها. فبالتالي لو جيت حكيت لك يعني بالخلاصه ايش التايم كومبلكسيتي؟ كومبلكسيتي لعمليه الانسيرشن هي لوج الان. نفس الشيء لعمليه السيرش، انا عمليه السيرش كنت امشي على نفس الخطوات فبالتالي للانسيرشن بحكي عن ان لوج الان وعن عن السيرشنج بحكي كمان لوج الان، مش ان لوج الان، لوج الان. طبعا هذه لما اجي احكي عن التايم عندي في السيرش وفي الانسيرت لوج الان فرق مش يعني فرق كبير جدا عن البيج اول الان، مش فرق بسيط فرق كبير كمان. يعني لما اجي احكي انا مثلا السيكونشال سيرش بعطيني بيج اول الان والباينري سيرش بتعطيني بيج اول لوج الان، لو بدي اشوف على سبيل المثال لو عندي 100,000 عندي اري فيها 100,000 عنصر فانا بالسيكونشال سيرش بدي امشي 100,000 خطوه او 100,000 عمليه مقارنه تقريبا حتى اوصل للي بدي اياه. بينما في الباينري اري لل 100,000 قديش بيطلع عندي لوج ال 100,000؟ لوج ال 100,000 هي 2 تو ذا باور ايش؟ 10؟ 2 تو ذا باور 10 بتوقع. 10 فبتخيل انت تخيلوا ايش الفرق ما بين اني امشي بين سيكونشال وامشي بالباينري سيرش تري. انا هنا اضطريت امشي ل 100,000 ستيب وهنا مشيت 10 ستيب. طب كيف لو كان حجم الداتا عندي مليون؟ هنا بدي امشي بالسيكونشال مليون ستيب بينما هنا باجي بضعف بضعف 10 صرت امشي 20. فلو عندي اري او عندي داتا في عندي فيها مليون اليمنت ما بين اني امشي بالافرج مليون ستيب عشان اوصل للي بدي اياه وهنا امشي فقط 20 خطوه حتى اوصل للي بدي اياه فهنا الفرق. عشان هيك بيجي فرق كبير جدا لما نيجي نقيم اي الجوريثم احكي انها بيج اول الان ولا بيج اول اللوج الان او ان لوج الان. فرق كبير جدا عندي بين الالجوريثمز لما يختلف معي هذه الفانكشن. فرق كبير اثناء عمليه تنفيذ البرنامج واثناء عمليه الرننج تايم لما اكون اشتغل. دكتور مش المية بتطلع المليون بتطلع 100 مش 20 يعني؟ المليون بيطلع 100 لا ليش؟ ما هي ذا ال 100,000 طلع 10. طيب 2 طب 200,000 بتطلع 20؟ لا لا انا فاهم غلط هيك. عندنا بس خلينا نحسبها بشكل سريع
تمام. لو عندي هاي الأري فيها مجموعة من العناصر، على سبيل المثال 3 5 2 1 7 9 4، بحكي لي اعمل لي سورتنج لهاي الأري باستخدام الباينري سيرش تري. كل في عندك خطوطين، الأولى بدك تعمل كونستراكت للباينري سيرش تري. خلينا نعمل كونستراكت للباينري سيرش تري. أنا عندي الثلاث راح أضيف ثلاث، خمسة، الخمسة راح تيجي هان على اليمين، اثنين أقل من الثلاثة بالتالي راح تيجي هان، الواحد راح يجي على شمال اثنين، السبعة راح تيجي هان على يمين الخمسة، والتسعة راح تيجي على يمين السبعة، وآخر شيء الأربعة، الأربعة راح تيجي على شمال الخمسة. هيك أنا عملت construct لباينري سيرش تري للأري اللي عندي. الخطوة الثانية بحكي لي اعمل لي in order walk. ذكرين in order walk كيف كنا نعمل بال in order walk حتى نطبع القيم الأري؟ كنا إيش نعمل من تحت، مش كان نمشي left recursively، آجي هان وبعدين أنزل هان، بعدين أنزل لآخر left بشوفه نيل بطبعه، بعمل print لواحد، بعدين بعمل print للروت، بعدين بعمل print للرايت. صح، ما فيش رايت إذا بكمل. الان اوردر ورك حكيت انه في الباينري سيرش تري بيعمل لي او بيطبع لي القيم سورتد. طب انا هنا شو اللي بدي اعمله؟ بدي استخدم ان اوردر ووك، وبدل ما يكون في عندي هنا عندي راح الريكيرسيف راح يستدعي ليفت، بعدين برنت ليفت للاكس مثلا، بعدين برنت، وبعدين هنا راح يعطيني رايت للاكس. بدل البرنت انا ايش بدي اعمل؟ بدي احكي اي مثلا للاي تساوي x، بدل اطبع لي x احكي لي a للi تساوي x. بس هذا كل بدي اعمله. اذا راح اعمل construct للباينري سيرش تري، بعدين راح استخدم in order tree walk واعدل عليها انه بدل print اعمل لي assign في الاري اللي عندي. فانا شو اللي بده يصير يعمله؟ تمام. اوه طيب، هنا شو اللي بده يصير يعمله؟ هاي الاري عندي، وهذا راح يجي يعمل ان اوردر تري ووك. ان اوردر تري ووك راح ينزل هاي 2 1، بدل ما يطبع واحد راح يجي يحكي لي اي للاي تساوي 1، اذا هاي بتصير تساوي 1. بعدين النكست حتساوي 2، النكست ما في رايت اذا برجع لفوق راح تساوي 3، وبرجع اليمين على اليمين تيوصل اقصى ليفت بيجي هنا 4، برد برجع للروت 5، برد برجع للرايت بيطبع لي 7، مش بطبع لي بيعمل assign داخل الاري، وهنا بيعمل 9 فبيعمل assign الاري 9. فبهاي الحاله الاري حتصير ايش؟ القيم اللي فيها sorted عن طريق اني عملت construct binary tree وبعدين عملت in order tree walk عليها. طيب كويس، بحكي لي ان احنا اخذنا كثير خوارزميات algorithms sorting algorithms، شو ممكن تتميز عنهم؟ هاي هنا بحكي لي بدي اشوف التايم اللي لها. هنا بحكي لي انلوج الان. طب ليش انلوج الان؟ بحكي له لانه انا هنا عندي فور لوب امر على كل عناصر الاري حتى اطبع، حتى اعمل كونستراكت للباينري سيرش تري. صح، هذه ان، وهاي في كل عمليه لوب حيصير عندي كونستراكشن. عمليه التري انسرت، تري انسرت حكينا ايش التايم اللي لها؟ لوج الان. صح، الانسرت لوج الان، وهنا عندي هي داخل اللوب، فبالتالي انلوج الان. وهذا عمليه الان اوردر تري ووك قديش بتاخذ معي؟ ان. فصار عندي هنا انلوج الان وان وان، فبصار عندي 2 ان زائد ان لوج الان. فبحكي له التام عندي هي خلص الغي لي هذول، حيضل عندي ان لوج الان. بحكي لي اذا انتهينا زي الكومباريزون، عمليات الكومباريزون اللي اخذتها او الكومباريزون الجوريثمز. صحيح، هي نفس الكومباريزون، وهي فعليا كومباريزون. متذكرين احنا انا هنا شو اللي صار عندي في الباينري سيرش تري؟ هل بعتبرها كومباريزون ولا لينير سيرش؟ هي مش لينير، هي كومباريزونز، دائما في عندي مقارنه. عمليه الانسيرت هي بتقارن. صح، هذه ممكن اصنفها على الكومباريزونز سورتنج. متذكر لما عملنا انفستيجيشن الكومباريزون سورتنج عن طريق الديزجين تري، وحكينا انه بناء على يعني نظريه الديزجين تري اي سورتنج الجوريثم راح تاخذ على الاقل ان لوج الان ثيوريتيكالي،
اثبتناها انه السورتنج للكومباريزن سورتنج راح تكون معي على الاقل ان لوج لان. وفعلا هنا عندي باينري سيرش تري هي كومباريزن اخذت معي ان لوج لان. لو جيت اطلعت على هاي بحكي لي هنا ممكن هاي تذكرنا كمان بالكويك سورت. ليش بتذكرنا بالكويك سورت؟ انه انا بالكويك سورت ايش كنت اعمل؟ ديفايد صح؟ يعني هذا هنا عمليه السورت عندي هنا حتكون بالشكل هذا، نعمل لي كونستراكت تمام، وبعدين نعمل لي ان اوردر تري ورك. فبالنهايه الشكل هذا بذكرنا بالكويك سورت انه انا عندي هنا زي كانه صار ديفايد للقيم تمام، زي كانه صار ديفايد للقيم هنا 2 و3 وبعدين صار ديفايد للقيم هاي على اليمين، وبعدين عملت بارتيشن وديفايد من عند الثمانية، وعملت بارتيشن وديفايد من عند السبعة والخمسة صح. فهنا زي كأني عملت كمان مرة من البداية، زي كأني عملت بارتيشن حطيت الثلاث في مكانها، صار عندي واحد واثنين على اليمين والقيم الأكبر على الشمال، وكل مرة بعمل ديفايد بنفس الطريقة. فهي كثير قريبة على الكويك سورت الجوريثم، يعني بيهيفير تبعها قريب عليها. زي كأني بعمل بارتيشن بعدين بعمل ديفايد، بارتيشن وديفايد. طيب إذا كمقارنة بالكويك سورت هل هي أفضل منها؟ هنا in the previous example everything is compared to three ones. يعني هنا بيشرح لي زي ما شرحنا إنه بيكون عندي يعني مفهوم على البارتيشن وديفايد في كل مرحلة. طيب إذا مين أفضل، الكويك سورت ولا الباينري سيرش تري سورت؟ إذا متذكرين حدا فيكم متذكر الكويك سورت مين؟ أنا لو بدأ أجي يعني أقارن مين أفضل كمحصلة نهائية بحكي لك طبعا الكويك سورت أفضل عندي. ليش؟ لأنها يعني في عندي شغلة رئيسية إنها سورت إن بلي إن بليس، وماني مانيش بحاجة إني أعمل كونستراكت لا داتا ستراكشر. باينري سورت لها فانكشن، بارتيشن راح أظل أستخدم فيه لحد ما أعمل سورت للأري اللي عندي. هنا عندي أول شيء راح أعمل كونستراكت داتا ستراكشر باينري تريز، وراح احجز لها مكان وانا اعمل كونستراكت للداتا هاي. بينما الكويك سورت ان بليس دازنت نيد تو بيلد داتا ستراكشر. فاذا انا بحكي انه لا خليني على الكويك سورت في هاي الحاله، طالما انه المحصله النهائي الوقت بالنهايه هو ان اوجل ان والبيهافير قريب جدا عليها، اذا انا بروح للكويك سورت كونها للاسباب هاي. طيب خلينا ناخذ كمان اوبريشنز للباينري سيرش تري غير السورتنج وغير الانسيرشن. اخذنا السورتنج، اخذنا الانسيرشن، اخذنا سيرشنج كمان وكونستراكشن. ايش ممكن كمان يكون عندي؟ عندي بعض الخواص البرايورتي كيو اللي هي انسيرت مينيمم لأي العنصر داخل الأري. على سبيل المثال أنا عندي المينيموم، لو حكيت لك دور لي على المينيموم داخل باينري سيرش تري. طب بشكل منطقي مين فيكم يتخيلها إيش ممكن يكون المينيموم والماكسيموم لأي باينري سيرش تري؟ لو أعطيتك هاي بناء على قانون الباينري سيرش تري إيش ممكن تستنتج وين ممكن يكون من دون ما أعطي الأرقام، وين ممكن يكون المينيموم وين ممكن يكون الماكسيموم؟ المينيموم باللفت والماكس بالرايت. بالضبط، اقصى اليمين واقصى الشمال. بناء على البيهافير اللي شرحناه حيكون المينيمم اللي عندي هو هاي النود هي المينيمم، والماكسيمم حتكون عندي هاي النود اللي على الشمال. هذا المينيمم وهذيك الماكسيمم. لو بدي ادور عليها راح ادور عليها بالشكل هذا، وايل اكس ليفت لا تساوي نل، اكس تساوي اكس ليفت. فراح اضل ارجع ليفت 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 لحد ما اوصل لنل، بحكي له رجع لي اكس. هنا نفس الشيء عملية الماكسيمم، راح أظل أمشي رايت 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 لحد ما أدور أوصل للنيل وأرجع الماكسيمم. طب إيش الكومبلكسيتي هنا عندي في عملية المينيمم والماكسيمم؟ الكلام بالضبط، الكومبلكسيتي عندي هي O للH للهاي تبع المينيمم، وهي لما أجي أحكي عن أن باينري لأن من العناصر راح أحكي هي لوج الان في المينيمم وفي الماكسيمم.
طيب عندي راح احكي هنا بيج اورال اتش. طيب هنا لو بدي اعمل ديليت لعنصر من الباينري سيرش تري، احنا حكينا في عمليه الديليشن نستخدم احنا عاده ايش؟ السكسسور. تمام، لما نيجي نحذف اي عنصر بدي ادور على واحد يجي مكانه، ما بصير اني اخلع ملك واخليه فاضي، بدي اخلع ملك او بدي اخلع كينج بدي اجيب واحد يكون مكانه. السؤال هنا مين اللي ممكن يجي مكان العنصر هذا؟ هو اللي راح نشوفه هسا. بحكي لي هذا لما بدك تيجي تحذف اي نود داخل الباينري سيرش تري، انت راح تمر على لا مش على حتمر على ثلاثه كيسز. هسا بنيجي للثلاثه كيسز، بس هنا عندي بالنسبه للسكسسور بحكي لي اكس هاز رايت سكسسور، هذول شرحناهم انه عندها رايت سكسسور وعندها ليفت سبستري الديبريسسور هنا البريدسسور اللي على الجهه الثانيه. خلينا نشوف شو الكيسز لما بدي اجي احذف اي عنصر. بحكي لي عندك ثلاث كيسز. الكيس الاولى انه اكس هاز نو تشيلدرن، النود ما اللي بدي احذفه ما له تشيلدرن، اذا احذف لي وانهي الموضوع ما في عندي مشاكل. عندي الاكس هاز وان تشايلد، بحكي لي هنا ريبليس اكس باي ذا تشايلد. تمام، يعني خلي تشايلد يروح على الـ على الاكس. طب اذا في عندي تو تشايلد، هنا المشكله اذا في عندي تو تشايلد للاري او للنود، بحكي لي هنا بدك تعمل اول شيء سواب وذ سكسسور الاكس، اعمل دور على السكسسور اللي لها اعمل له سواب، بعدين ارجع على الخطوه الاولى والخطوه الثانيه. ليش؟ لانه على سبيل المثال هنا بحكي لي الحاله الاولى، انا الحالة الأولى هاي جيت أحذف العنصر هذا، جيت وصلت عنده بلاقي له ما عندوش تشيلدرن، إذا خلاص بحكي لي أحذف لي إياه. طيب جيت الحالة الأخرى إني أحذف هذا العنصر ولقيت عنده وان تشايلد، عنده وان تشايلد، بحكي لي إيش؟ اعمل ريبليس، خلي هذا على سبيل المثال إذا هذه ثلاث وهاي خمسة، خلاص أحذف الثلاث وخلي مكانها خمسة وأحذف لي هاي، حيصير الشكل زي هيك. عملية لل اذا في حال 1 تشايلد عندي. طب اذا في عندي 2 تشايلد، هنا جيت على سبيل المثال هان بدي احذف هاي العنصر وفي عندي 2 تشايلد، بحكي لي اول شغله اعملها دور لي على السكسسور اللي له، استبدله فيه، وبعدين ارجع للاولى والثانيه. ليش ارجع للاولى والثانيه؟ عشان اشوف مكان السكسسور هذا، اذا له اذا ما في عنده تشايلد اذا بحذفه، اذا عنده 1 تشايلد بدي اعمل ريبليس، اذا عنده 2 تشايلد بدي ارد امشي على نفس الخطوات اللي مشيت عليها. هسه بنشوف كمان يعني بتوضح اكثر معنا في الامثله. طب احكي لي الحاله الاولى الكيس 1، على سبيل المثال لو عندي هاي الباينري سيرش تري احذف لي رقم 17 منها. باجي من البدايه 17 بدور وين هي؟ بعمل سيرشنج اقل من 20 اذا على الليفت، 15 اذا بروح على اليمين، 18 اذا برجع على الليفت، 16 اذا بروح على الرايت، نل ما في إلها تشيلدرن، خلاص احذف لي إياها وانتهى الموضوع. وحيكون شكل الباينري تري خلاص هذا هو، حيكون عندي شكل الباينري تري من دون آخر عنصر. طيب بحكي لي إذا الكيس 2 إنه في 1 تشايلد، 1 تشايلد تمام، أنا وصلت أنا لل 16 تمام، بحكي لي على أنا عفوا بحكي لي ديليت 18. طب جيت احذف 18 الكيت في عندي 1 تشايلد لل 18، شو اللي الحال اللي هنا؟ اللي بحكي لي اياه احذف ال 18 تمام واستبدلها بال 16 بالنود اللي تحت، مش بحكي لي استبدلها بالتشايلد، اذا لها 1 تشايلد خلص استبدل لي اياها هاي النود اللي تحت، ارفع لي اياها لفوق، خليها بدل ال 18 ال 16 مع التشايلد اللي إلها زي ما هم حسب ترتيبهم. فاذا هنا اللي عندي تحت راح ازيحهم مكان ال 18 ويصير عندي بالشكل هذا حال كان عندي 1 تشايلد اونلي. طيب لحد الان هيك سهل. طيب بيجي بحكي لي كيس زي هاي، حكى لي احذف لي على سبيل المثال 88. طب جيت على 88 انا وصلت لها هي مشيت هنا وصلت لها، بس الكيت عندها 2 تشايلد، 2 تشايلد بحكي لي دور لي على السكسسور اللي لها اللي هو المينيمم
الماكسيمم ليفت سب 3. طب جيت على الماكسيمم سب ليفت، سب ليفت 3 اللي هي السكسسور اللي لها، اللي هو هنا 82، بحكي لي بدله مع 88 اللي فوق. طيب هاي خليت 82 هان، هاي 88 صارت 82 وهذه 88. طيب ماشي، بس بدي احذفها هاي. قبل ما احذفها، بعد ما اعملها ريبليس، قبل ما احذفها بدي ارجع طب اشوف الشروط. صار عندي عمليه حذف جديده، استبدلت بالسكسسور العنصر اللي بدي احذفه بالسكسسور اللي له، تمام. الان صار في عندي، ما حذفتوش انا استبدلته، اذا صار عندي عمليه حذف جديده، بدي ارجع نفس المبدا، بدي ارجع نفس الخطوات اللي قبل. هاي بدي احذفها، صارت هل إلها one فيش إلها child، بحذفها وبنهي. إلها one child بعمل replace، إلها two child برجع recursively بكرر نفس العملية. أنا هنا بحكي لي عندها طلع إنها one child بس، إذا شو بساوي؟ بزيحه، بستبدل هاي ال one sub three اللي هي one child، بزيحه هنا مكان 82 وبستبدله. فلجيت هنا رح ألاقي الأري صارت عندي بالشكل هذا، 88 استبدلتها مع 82 فهي صارت هنا 82 جاهزة. ظلت 88 عندي هنا، حكى لي إلها one child إذا زيحها لفوق، ففعلا زاحها وصارت بالشكل هذا. عملها استبدال وحافظ لي على القيم اللي فيها أو القيم اللي childs اللي منها. فهي الكيس الثالثة اللي هي ممكن تأخذ معي recursive، إنه عندي two child زي ما حكيت، راح أعمل successor أستبدل، بظل عندي اذا السكسسور او مكان اللي استبدلته عمليه حذف جديده، بدي ارد ارجع الخطوات اللي قبل، نو تشايلد، وان تشايلد، تو تشايلد، بظل اعمل ريكيرسيف لحد ما اخلص، يعني اخلص عمليه الديليت والترتيب اللي لها. هنا بحكي لي ليش كيس 3 احنا بنمشي بنضطر دائما نرجع لواحد واثنين، هذا زي ما شرحنا لانه ممكن يكون الها، بدي اشوف هل الها one child او two child، يعني صارت عندي عمليه ديليت جديده فبدي ارد افحص من جديد. هنا هل ممكن نستخدم البريديسيسور انستيد اوف سكسسور؟ ممكن، انا استخدمت السكسسور قبل شوي، هل ممكن استخدم البريديسيسور؟ اه ممكن. اخر شيء ايش الرننج تايم لعمليه الديليت؟ بحكي لي كمان بيج اول الاتش واللي هي بيج اول اللوج، الان لو بدي احذف عنصر من داخل الاري. فانا هنا هيك خلص، يعني خلصنا المين اوبريتورز في الباينري سيرش تري. شفنا انه انا ممكن اعمل سورتنج بان لوج، الان شفنا انه كيف بستفيد اكثر شيء من عمليه السيرش، وعمليه السيرش يعني بشكل رئيسي اذا بدي ادور على اي رقم بدل ما امشي سيكوينشال سيرش باللوج بيج اول الان بالسيكوينشال سيرش، صار بامكاني اني امشي لوج الان باستخدام الباينري تري، والكل الاوبريتورز الثانيات عندي بيمشوا تقريبا اغلبهم ان لوج بلوج بيج اول لوج الان، باستثناء الان اوردر تري ووك اللي هي عمليه اني اطبع القيم ريكيرسيفلي، فبالتالي هنا بدي اطبع كل القيم فبالتالي بدي امشي بيج اول الان. هذه برضه بتفيدني اني فقط لو بدي اعرض القيم سورتد، لو انا بحاجه اني اعرض القيم سورتد، فانا هنا من دون ما اعمل سورتنج للاري ومن دون ما امشي ان تربيع وانلوج الان، خلاص مجرد انه عندي اشتغلت على الباينري سيرش تري وهي اوريدي موجوده عندي بيلد وكل شيء، ممكن اعمل ان اوردر تري ووك واطلع او اطبع القيم بشكل سورتد لو انا حبيت اشوفهم سورتد. هذا هو بالنسبه لليوم، يعطيكم العافيه جميعا.